معنا محمد وفا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا أخي. أنا بشغلتي بسيطة بس طالعت إذن عمل وسيكورتي. نعم. بس المعلم الكرت تبع الإذن عمل ما أعطوني عافو معه، قال إنه أنا مالي شغل فيه. يا لطيف، شو هذا يا الله؟ مو أنا، في معي كمان ثلاث عمال، حتى بالعقد مكتوب بالراتب 2600، أنا مقبض 2500. نعم. هو إجباري بدي يحول لك على البنك 2600 إجباري، إلا إذا أنت عم ترجع له شيء. عم يحسبني بإيدي، ما بيعطيني بحساب. ما بصير هلا، حكيناها أول حلقة، انتبه أخي على الحديث. ما بجوز، لازم يحول لك يا عن طريق البنك، ولا أنت إذا ما حول لك يا عن طريق البنك على فكرة أنت المستفيد. شفت الكرت أنت؟ شفت إذن العمل؟ أكيد. الله، أنا ما عندي حساب بنك خاص. لا لا، يعني أنت شفته لإذن العمل بإيده؟ إيه شفته، وعطاني صورة عنه، وعطاني صورة فوتوغرافية عادية. بس ما أعطاني في إيدي كرت. أصلا أنت لما تطلع إذن عمل تمام في اسطنبول، ما بتحسن تشتغل إلا بالشركة اللي طلعت فيها إذن عمل، يعني هو خايفان تاخده وتهرب مثلا؟ غريبة، أنا مستغرب يعني. هذا مو أنا، يعني أنا وفي معي عاملين تانين يعني. حتى على فكرة إذا ظل ما بيعطيك بدك تطالبه إنه أنا بدي يتحول لي المصاري عن طريق البنك. إذا ما حول لك عن طريق البنك، أنت بتحسن تثبت إنه أنت ما بتقبض شيء، يعني تحسين بتقول له والله أنا بعد 3-4 أشهر 6 أشهر أنا ما قبضت ولا راتب، ترفع عليه دعوة بمحكمة تأخذ راتب 6 أشهر. بتشلحه الأول والتالي. يعني هو اللي صالحه إنه يحول لك عن طريق البنك. بالضبط، لهيك القانون التركي. هو أنا ما بدي أذي ولا بدي يأذيني، بس إنه أنا في علي إذى وفي علي ضرر. ما بصير أنت بس ما معك الكرت في جيبك، أنت بجوز تنكمش وتروح على الشرطة وتترحل، هذا أكبر أذى يعني، ما يعطيك. نعم. وقتها بتأذي. شو بتنصحني أعمل بس؟ ما في تحاولوا معه مرة مرتين ثلاثة. تحكي معه، قالوا له أنت ليش خايف؟ حل قانوني ما في يعني، والله دك بزندك. تمام. يعني إذا اضطر الأمر مثلاً أترك الشغل يعني إلا خلص. لا، ليش تترك الشغل؟ هلا ابني امشي حالك بالصورة وضل حاول معه، يعني بدك تحاول مرة واثنين وثلاثة. موضوع الراتب انه اللي بالعقد 2600 وانا مقبض 2500 فقط. هو لانه الحد الادنى صح؟ الحد الادنى بده يصير اي 2600 ساعة ما صار، بس انت لازم يحول لك الراتب على البنك. روح افتح حساب بنك وقول له حول لي اياه على البنك. انا فاتح عندي حساب بنك. ممتاز، اعطيه الايبان بحول لك اياه على البنك بالقانون. روح انت احكي مع المحاسب تبعه، قال له اذا انتم ما دفعتوا لي انا بحق لي اروح اشتكي عليكم انه انا ما عم بقبض رواتبي. هو انا حكي كله مع المحاسب، المحاسب قال لي لا ما في داعي انا بعطيك اياه في ايدك يعني. قال له مشكلتك. طيب سيدي، يعطيك العافيه. خير ان شاء الله، حياك الله. اهلا وسهلا. خير الله يا حبيبي. طبعا نطلع فاصل، بس قبل الفاصل نأكد على موضوع انه نحن ما بنحث على المشاكل ابدا او كذا. بدك تكون عندك فطنه او فطانه بالموضوع هذا، اتفق انت وكل اصدقائك نفس مشكلتك، انه تقعدوا مع صاحب العمل وتفهموا منه انه انت ليش ما بتعطينا مثلا كرت العمل، ليش انت يعني متخوف من الموضوع، نحن شغالين عندك ما حنتركك، والاصل اذن العمل يضلوا معك، يعني هذا اذن العمل ممكن يحميك من التسفير لا سمح الله اذا كملك مو كمل طبعاً. كمل اسطنبول طبعاً. فيعني حاولوا تاخذوا منه اذن العمل وفهموه انه اذا بدنا نهرب مثلا باذن العمل ما بنقدر نهرب، لانه ما بنفع نشتغل في مكان ثاني، بتقدر تلغي لي انت بنفس اليوم يعني طبعا. اذا انت بدك خايف من الهريبه